دلوقتي بتعملي ايه بعد الاسكواش؟ الحقيقة بعد سكواش انا الحمد لله خلفت ابني شهير، هو اللي مسيطر على اليوم عندي، يعني معظم وقتي رايح على شهير. يعني تفرغتي للأمومة. طيب هل بتفكري في الفترة اللي جاية يبقى في حاجة ليها علاقة بالسكواش، حاجة في التدريب؟ في الوقت الحالي للأسف لا، يعني مركزة أكتر في دور الأمومة، ده مهم بالنسبة لي. بعد كده لو الفرصة سنحت ممكن أبتدي أفكر في حاجات تانية، بس حاليا مفيش أي أفكار تانية. طيب ازاي بتتواصلوا مع كابتن طارق مؤمن دلوقتي وهو في الفقاعه؟ ازاي بتدعموه وبتحفزوه في الماتشات؟ في الماتشات طبعا الموضوع من بعيد جدا، هو تقريبا لا شايفنا ولا سمعنا ولا اي حاجه يعني. بس خارج البطولات بنحاول ان احنا بعد الماتش قبل الماتش نشوفه كده من مسافه من بعيد، عشان حتى يشوف شهير ابنه ويسلم عليه وبس. يعني هي دي اقصى حاجه نقدر نعملها يعني. شايفه الدنيا ماشيه ازاي بعد كورونا في بطولات السكواش؟ كنت محظوظه بالاعتزال قبل كورونا، يعني بعد كورونا على طول؟ والله هو ربنا اكيد ليه حكمه في توقيته، فانا يعني الحمد لله يعني حلوه قوي كده، اعتقد ربنا خدمني في التوقيت، لان هو ساعدني كمان ان انا ما افتقدش المنافسه مره واحده. يعني اخدت وقت عقبال ما البطولات رجعت تاني ورجعت تاني تبدا التور من اول وجديد، فده اداني فرصه برضه ان انا يعني اتخطى شويه فكره الاعتزال يعني. طيب اخر حاجه، ايه سر اسم شهير؟ يعني ازاي اخترتوه؟ كنا عايزين اسم فريد شويه، مش متكرر كتير، وفي نفس الوقت يبقى اسم مش صعب زي رنيم. لما نقول شهير الناس تفهم على طول، مش محتاجين لسه بقى يقولوا لي رانيا رنين ريم كده يعني. فشهير الناس عارفاه يعني، معروف، بس مش موجود كتير يعني. الاعتزال ساعدك في دعم كابتن طارق ان ما بقاش في ضغط؟ لا، هو في ضغط طبعا، بس يعني اعتقد انا في الاول كنت مركزه معاه اكتر، دلوقتي الامومه واخداني منه اكتر. فيعني في مميزات طبعا كتير، وفي اكيد في عيوب يعني، بس يعني الحمد لله كله جميل.